طالما دائرة وعليها تردد قوي من المواطنين، فما يجوز أن تكون بنص المناطق السكنية، لازم تكون قريبة على محافظة، قريبة على دوائر الدولة، لأن ما يجوز أنه تكون منطقة شعبية وسكنية فتأثر حركة سيارات وموظفين، فما ما يجوز. هي منطقة سكنية مؤهلة للسكن، ما مؤهلة يعني دوائر دولة وكذا، بس يمكن على أساس ظروف مال البلد ماكو دوائر وماكو كذا، فيعني حالة طارئة. المفروض يلقوا لهم مكان مليحة بنص البلد، بنص المنطقة، العفو، السوق، خارج المنطقة السكنية، أو يرجعوهم مثلا هاي الدوائر، هاي البكانات هنا، هاي يرجعون على سوق، على البكانات الأصلية. أنت على شو مخليه بنص المناطق السكنية؟ ما يصير المناطق السكنية، المفروض يلقوا له بكانات يعني خالية من السكن المنزلي. هاي باب الطوب يرجعون الدوائر عليها، على مجبورة تجي على دائرة حتى يرجع المحلات تفتح. يعني أنا ما مجبور، بس لو عندي معاملة بدائرة باب الطوب أرجع على باب الطوب. يعني المواطن يجي يريد يفوت على بيته، السيارة واقفة ما يقدر يفوت، المواطن الزحام قدامه، شوف يعني بيته ما ياخذ راحته، حرمة تطلع على الباب تريد تشطف، تريد تصيح جال، ما تقدر. منطقة دائما الزحام يصير فيها، تسبب إشكالات ويا المواطن. عاد الأفضل يعني دائما بيوت مسكونة ما يصير يما دائرة، لازم خارج المنطقة السكنية تصير دوائر محدودة بمكان واحدة. اي والله ازدحام يصير، هو الشوارع كلها ضيجة، سايد واحد مو؟ إذا وقف سيارة ويوقف سيارة من هنا راح ماكو طريقة تفوت أنت على منطقتك، طلعهم خارج المنطقة، راح أنت تروح وترجع بطريقكم وماكو أي مشكلة.